ماذا تعرف عن إقليم دارفور؟ إقليم دارفور في السودان تحد الإقليم 3 دول من الشمال الغربي ليبيا ومن الغرب تشاد ومن الجنوب الغربي إفريقيا الوسطى ومن الجنوب دولة جنوب السودان، فضلا عن متاخمته لبعض الولايات السودانية مثل كردفان والولاية الشمالية. يمتد الإقليم من الصحراء الكبرى في شماله إلى السافانا الفقيرة في وسطه إلى السافانا الغنية في جنوبه، به بعض المرتفعات الجبلية وأهمها جبل مرة الذي يبلغ ارتفاعه 3088 مترا، حيث توجد أكثر الأراضي الدارفورية خصوبة. كما ينقسم الإقليم إداريا إلى 5 ولايات: ولاية شمال دارفور وعاصمتها مدينة الفاشر، ولاية جنوب دارفور وعاصمتها مدينة نيالا، ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة، ولاية شرق دارفور وعاصمتها الضعين، ولاية وسط دارفور وعاصمتها زالنجي. يرجع سبب تسمية دارفور بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة الفور، وكلمة دارفور أصلها دار الفور، وهي إحدى أكبر قبائل الإقليم. تغطي دارفور التي يقدر عدد سكانها 6 ملايين نسمة مساحة تبلغ 493,000 كيلومتر مربع، تقريبا حجم البر الرئيسي لإسبانيا، وتقدر بربع مساحة السودان الحالية. تتكون بشكل أساسي من هضبة قاحلة تغطيها شمالا الرمال الصحراوية وجنوبا الصافانا، مع وجود سلسلة بركانية في الوسط، جبل مرة تبلغ ذروته ارتفاع 3088 مترا تقريبا، وبارتفاع نسبي يقدر ب3 أمتار، ويعتبر خزانا للمياه للمنطقة بأسرها. ومع ذلك فإن الجفاف الذي استمر في منطقة الساحل، حيث انخفض معدل سقوط الأمطار بنسبة تصل من 30 إلى 40 سنة، 40%، حيث انخفض معدل سقوط الأمطار بنسبة تصل إلى 30% في 40 سنة، والتقدم المترابط للصحراء من شأنه أن يسبب مئات الآلاف من وفيات المدن الرئيسية في المنطقة هي الفاشر ونيالا. هناك 4 سمات رئيسية للجغرافيا الطبيعية للمنطقة. السمة الأولى تشمل النصف الشرقي لدارفور المغطى بالسهول والتلال المنخفضة من التربة الرملية والمعروفة باسم جو، وتلال الحجر الرملي. في العديد من الأماكن يكون الإوز دون ماء، ولا يمكن أن تسكن إلا في حالة وجود خزانات مياه وآبار عميقة. إلى الشمال غزت الرمال الصحراوية. والسمة الثانية هي الوديان، والتي تتراوح من مجاري مائية موسمية التي لا تتدفق إلا خلال موسم الأمطار، إلى وديان كبيرة التي تفيض غالبا عندما تتساقط الأمطار وتتدفق من غرب دارفور إلى بحيرة تشاد لمسافة مئات الكيلومترات. تحتوي العديد من الوديان على أحواض من الطمي ذات التربة الكثيفة والغنية، والتي يصعب أيضا زراعتها. كانت دارفور مملكة مستقلة حكمها عدد من السلاطين، كان آخرهم وأشهرهم علي دينار. كان الإقليم يحكم في ظل حكومة فيدرالية يحكم فيها زعماء القبائل مناطقهم حتى سقوط هذا النظام خلال الحكم العثماني. وقد قاوم أهل دارفور الحكم العثماني الذي دام 10 سنوات، وقامت خلال هذه الفترة عدة ثورات، من أشهرها ثورة هارون التي قضى عليها جردون باشا عام 1877. وعند قيام الثورة المهدية، سارع الأمراء لمبايعة المهدي ومناصرته حتى نالت دارفور استقلالها بعد نجاح الثورة المهدية. ولم يدم استقلال الإقليم طويلا، حيث سقط مجددا تحت حكم المهدية سنة 1884، الذي وجد مقاومة عنيفة حتى سقطت المهدية سنة 1898، فعاد السلطان علي دينار ليحكم دارفور. وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى، أيد سلطان دارفور الدولة العثمانية التي كانت تمثل مركز الخلافة الإسلامية، الأمر الذي أغضب حاكم عام السودان وأشعل العداء بين السلطنة والسلطة المركزية، والتي كانت نتيجته الإطاحة بسلطنة دارفور وضمها للسودان البريطاني سنة 1917. يبلغ عدد سكان دارفور حالياً ما يقارب 7.5 مليون نسمة حسب آخر إحصاء للسكان. يستخدمون اللغات المحلية إلى جانب اللغة العربية، ويسكن دارفور عدد كبير من القبائل التي تنقسم إلى مجموعتين: مجموعات القبائل المستقرة في المناطق الريفية مثل الفور والمصاليت والبرقو، البرتيز غاوة، المراريت، الداجو، التنجر، الهوسا والطاما والبرقد، إضافة إلى مجموعات
من القبائل الرحل التي تنتقل من مكان لآخر، مثل الأبالة المحاميد، مهرية، بني حسين، الرزيقات، المعالية والسلامات، والبني هلبة، والحيمات، والترجم، والقمر، والميدوب. وغالبية القبائل المستقرة من الأفارقة ويتكلمون لغات محلية بالإضافة للغة العربية، وبعضهم من العرب. أما غالبية قبائل الرحل فهم عرب ويتحدثون اللغة العربية، ومنهم أيضا أفارقة. يكثر في دارفور غابات الهشاب التي يثمر الصمغ العربي، فضلا عن حقول القطن والتبغ في الجنوب الغربي من الإقليم. كما تنمو أشجار الفاكهة المختلفة، وتزرع الخضر في جبل مرة الذي يتميز بمناخ البحر الأبيض المتوسط. وتتم في بعض مناطق دارفور زراعة الفول السوداني والقمح والذرة والدخن وغيرها. ويمتاز دارفور بثروة حيوانية كبيرة، قوامها الإبل والغنم والبقر. وقد تضررت هذه الثروة عندما ضرب الجفاف الإقليم في بداية السبعينيات. وفضلا عن الحيوان والزراعة، فإن بالإقليم معادن وبترول. ما هي أزمة دارفور؟ كثيرا ما عرف إقليم دارفور صراعات بين الرعاة والمزارعين تغذيها الانتماءات القبلية لكل طرف. فالتركيبة القبلية والنزاع على الموارد الطبيعية الشحيحة كانت وراء أغلب النزاعات. وغالبا ما يتم احتواؤها وتسويتها من خلال النظم والأعراف القبلية السائدة. ويمثل إقليم دارفور نظرا لحدوده المفتوحة ولمساحته الشاسعة ولوجود قبائل عديدة لها امتدادات داخل دول إفريقية أخرى، يمثل منطقة صراع مستمر. وقد تأثرت المنطقة بالصراع التشادي التشادي والصراع التشادي الليبي حول شريط أوزو الحدودي، وبالصراعات الداخلية لإفريقيا الوسطى. فراجت في إقليم دارفور تجارة السلاح، كما تفاعلت قبائل الإقليم مع تلك الأزمات. ويعتبر دارفور قاعدة تشاد الخلفية في جميع الانقلابات التي حدثت في هذا البلد الإفريقي تم تدبيرها من دارفور، ما عدا أول انقلاب أطاح بفرانسوا تيمبل باي الذي كان أول رئيس لتشاد بعد استقلالها عن فرنسا. فالإطاحة بالرئيس فيليكس مالوم أو جوكوني عويدي، ونزاع حسن هبري مع الرئيس الحالي إدريس ديبي، ارتبط بإقليم دارفور الذي كان القاعدة الخلفية للصراعات التشادية الداخلية. ويشكل الإقليم نقطة التماس مع ما يعرف بالحزام الفرانكوفوني، تشاد، النيجر، إفريقيا الوسطى، والكاميرون، وهي الدول التي كانت تحكمها فرنسا أثناء عهد الاستعمار. لذلك يسهل حسب المراقبين فهم الاهتمام الفرنسي بما يجري في الإقليم في الوقت الذي كانت فيه النزاعات، حيث يعرف أن منطقة دارفور غنية بالمواد الخام كالبترول. ويعتقد أن هنالك احتياطي نفط يبلغ 7 مليارات برميل، ووجود اليورانيوم وكثرة الثروة الحيوانية. اتفقت الحكومة السودانية مع الأمم المتحدة بنشر قوات دولية، وهي قوات إفريقية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، وقوات دولية. وتبحث الأمم المتحدة عن تمويل لهذه القوات، لكن من أكثر الأسباب عرقلة دخول القوات الدولية لدارفور هو اعتراض الحكومة السودانية على بعض الدول التي سيشكل جنودها جزءا من تلك القوات كالولايات المتحدة الأمريكية. ومن جهة أخرى، تلويح الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة السودانية بتطبيق عقوبات اقتصادية وغيرها. مع وصول عدد ضحايا نزاع دارفور منذ 2003 إلى 300 ألف قتيل، وما لا يقل عن 2.7 مليون متشرد، ذكرت دراسة نشرت في ديسمبر 2008 عن منظمة أهلية هي جمعية دارفور عن وجود دلائل قوية بأن آلاف الأطفال والكبار تم إجبارهم على التحول إلى عبيد في الإقليم. وتذكر منظمات أهلية أن الجيش السوداني وميليشيات الجنجويد شاركت في عمليات اختطاف استهدفت نساء وأطفال من الناطقين بغير العربية، سواء ممن يتم الإغارة على قراهم أو ممن يعثر عليهم مختبئين في البراري بسبب قصف قراهم، حيث يتم جمعهم وإرسال النساء والفتيات إلى الخرطوم، حيث يوزعون على البيوت جنود سودانيين، حيث يتعرضن للاغتصاب أو الزواج عنوة، والعمل كخدم في المنازل نهارا دون راحة. كما ذكرت الدراسة أن الرجال الذين اختطفوا تم إجبارهم على العمل في مزارع يملكها ويديرها الجنجويد. كما أفادت عدة تقارير أن القرى التي يتم الإغارة عليها من قبل ميليشيات الجنجويد تتعرض للتطهير العرقي، حيث يتم قتل عدد من المدنيين ثم يجلب سكان ناطقين بالعربية للإقامة بتلك القرى، وأن منهم قبائل في دول مجاورة مثل تشاد.
ورغم أن الحكومة السودانية تنفي رسميا وجود العبودية فيها، إلا أنها اعترفت بوجود حوالي 14 حالة اختطاف بين سنتي 1983 و2005 بسبب الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، وهذا ما كان يسمى بنزاع دارفور.